وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. أهلا بك أحمد، أطلعنا على أهم ما تضمنته وناقشته الجلسة التخصصية للجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي. بداية، في تمام 12 ظهرا انطلقت هذه الجلسة التخصصية هنا في مقر الأكاديمية للتدريب. هذه الجلسات التي تستمر للخروج وبلورة مجموعة من التوصيات ترفع إلى القيادة السياسية. نحن اليوم نتحدث عن أحد هذه المحاور للجان الحوار المجتمعي، وهي لجنة القانون الأحزاب السياسية أو قانون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، وهي تناقش مجموعة أيضا من العناصر، منها الدمج والتحالف الحزبي والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، هذا بالإضافة إلى اختصاصات وتشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية. هناك توجه داخل هذه الاجتماعات وهذه اللجنة تحديدا إلى زيادة اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، وما زالت هي أيضا في إطار الاقتراحات، حيث تتواصل حتى هذه اللحظة النقاشات داخل هذه اللجنة. بالإضافة إلى كيفية تشكيل الأحزاب يتم أيضا مناقشة هذا العنصر، وهناك أيضا اقتراحات مختلفة ما بين المشاركين سواء من الأحزاب السياسية أو المتخصصين أو الخبراء، بالإضافة إلى تمويل الأحزاب السياسية وأيضا عمليات الاندماج ما بين هذه الأحزاب. هناك الكثير من الآراء والمقترحات داخل هذه اللجنة، ولكن في النهاية يمكن القول إن إعلاء مصلحة الوطن هو الهدف الذي يسمو على هذه اللجنة ضمن لجان المحور السياسي، والذي نتابعه معكم حتى الخروج بالتوصيات النهائية تمهيدا لرفعها للقيادة السياسية لاتخاذ الرأي النهائي بشأنها. نعم أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، جزيل الشكر لك.